types or kinds of sentences. Types, kinds, أنواع. أنواع الجمل باللغة الإنجليزية. باللغة الإنجليزية الجمل أنواع. Number one, affirmative sentence. Affirmative sentence يعني جملة مثبتة. إيش يعني مثبتة؟ يعني جملة غير منفية. Affirmative مثبتة. جملة مثبتة. Number two, negative sentence. Negative جملة منفية. نفي. جملة منفية أو جملة نفي. Number three, interrogative sentence. Interrogative sentence جملة استفهامية. جملة استفهامية. Interrogative sentence. طيب كيف يعني affirmative؟ Let's see this example. علي is my friend. علي هو صديقي. I am a student. أنا طالب. Mother cooked منسف yesterday. ماما طبخت منسف البارحة. Okay. These three sentences are what? Are affirmative. مثبتين. ما فيهم نفي. هاي الجمل ما فيها نفي. بنلاحظ الفعل is, am, cooked كلها أفعال مثبتة وغير منفية. طب تحكي لي مس كيف بدي أعرف إذا جملة منفية؟ نشوف المجموعة الثانية من الأمثلة. علي isn't my friend. علي isn't my friend. I am not a student. Mother didn't cook yesterday. في عنا مع الفعل is استخدمنا نفي، هو عبارة عن كلمة not، لكن احنا بنختصرها بكتابة n apostrophe t، n فاصلة علوية وحرف t. اذا isn't it means Ali is not my friend. I am not a student. في عنا نفي. Mother didn't cook. So these are what? Negative sentences. جمل منفية. كيف عرفنا نميز بين affirmative ونegative؟ إنه الجمل المثبتة لا يوجد فيها نفي أو ما فيها كلمة not، لكن الجملة المنفية negative فيهم كلمة not. النوع الثالث من الجمل حكينا interrogative وهو جملة استفهامية. طب كيف جملة استفهامية؟ نشوف هاي الأمثلة. Is Ali your friend? We have a question mark. Okay. Are you a student? Also question mark. Did mother cook yesterday? Question mark. هي عبارة عن جملة استفهامية. أنا أستفهم أو أستفسر عن شيء. كيف بنعرف إنه هاي interrogative؟ بسبب وجود علامة سؤال. هلا في بعض الأسئلة بتبدأ ب WH، مثلا كلمة what, where, when إلى آخره. هلا أي سؤال بيبدأ بهاي الكلمات اللي بتبدأ ب WH ما بنسميه interrogative، بنسميه WH question. بنسميه WH question، سؤال WH. هذا مش موضوعنا، هذا بنسميه سؤال. إحنا بنحكي عن interrogative sentences، الجملة الاستفهامية. شوفوا ما بدأت ب WH، ما فيها كلمة when أو what أو where، بدأت بكلمات أو أفعال عادية is or did، وانتهت بعلامة سؤال. إذن بنسميها interrogative questions. إذن أنواع الجمل باللغة الإنجليزية ثلاث: affirmative مثبتة لا يوجد فيها كلمة not، negative منفية ويوجد فيها كلمة not، وinterrogative sentences تنتهي بعلامة سؤال. إذن بهيك بنكون أنهينا أنواع الجمل الثلاث. في عندك هيك واجب صغير. Write what type of sentences is the following. اكتب أنواع الجمل التالية. عندك ثلاث جمل، اكتب لي نوعها بين قوسين هون. اكتب لي إيش نوع الجملة، هل هي interrogative، هل هي affirmative، هل هي negative إلى آخره. طبعا انت رح تنقل هذا التلخيص على دفترك لجرامر، دفتر القواعد، وتحل هذا التمرين على دفتر القواعد، لكن ما تبعت لي الحل. انا بشوف دفترك ان شاء الله لما نرجع للدوام مباشر بالمدرسة وبصحح لك اياه ان شاء الله. خليني اقرأ لك الجمل. Number one, he doesn't speak French. Number two, John has come early. Number three, do you love English. جمل سهلة وحلوين كتير.
بهيك بنكون انهينا درسنا او مراجعتنا. شكرا لكم ويعطيكم الف الف عافيه.